الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كلنا امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم. <applause> الحمد لله. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين. يسعدنا أن نترأس افتتاح الدورة الأولى للبرلمان ومن هذه الولاية التشريعية الجديدة. ونغتنم هذا الموعد الدستوري لتهنئة أعضاء البرلمان ومن خلالكم كافة المنتخبين على الثقة التي حظيتم بها داعين الله تعالى لكم جميعا وللحكومة الجديدة بالتوفيق في مهمكم. ونود أن نشيد هنا بالتنظيم الجيد والوجواء الإيجابية التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة. وبالمشاركة الواسعة التي عرفتها خاصة في أقاليمنا الجنوبية. وقد كرست هذه الانتخابات انتصار الخيار الديمقراطي المغربي والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام. فالأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا. وتأتي بداية هذه الولاية في الوقت الذي يدشن فيه المغرب مرحلة جديدة، تقتضي تضافر جهود حول الأولويات الاستراتيجية لمواصلة مسيرة التنمية ومواجهة التحديات الخارجية. ونود أن نؤكد هنا على ثلاثة أبعاد رئيسية وفي مقدمتها تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالح العليا لا سما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات وقد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة الواجهة والتسابق من أجل تحصينها في مختلف أبعادها الصحية والطاقية والصناعية والغذائية وغيرها، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض. وإذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية بكميات كافية وبطريقة عادية، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة في توفير هذه المواد وتوزيعها لذا نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون استراتيجي للمواد الأساسية لا سيما الغذائية والصحية والطاقية والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد حضرات السيدات والساده يخص البعد الثاني تدبير الازمه الوبائيه ومواصله انعاش الاقتصاد وقد حققنا والحمد لله الكثير من المكاسب في حمايه صحه المواطنين وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضرره وقد قامت الدوله بواجبها في توفير اللقاح بالمجان الذي كلفها الملايير وكل الحاجيات الضروريه للتخفيف على المواطن من صعوبة هذه المرحلة، ولكن لا يمكن أن تتحمل المسؤولية مكان المواطنين في حماية أنفسهم وأسرهم، بالتلقيح واستعمال وسائل الوقاية واحترام التدبير التي اتخذتها السلطات العمومية. ومن جهة أخرى، يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشا ملموسا رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة. وتراجع الاقتصاد العالمي عموما. فبفضل التدابير التي اطلقناها من المنتظر ان يحقق المغرب ان شاء الله نسبه نمو تفوق 5.5% في سنه 2021 وهي نسبه لم تتحقق منذ سنوات وتعد من بين الاعلى على الصعيدين الجهوي والقاري. ومن المتوقع ان يسجل القطاع الفلاحي خلال هذه السنه نموا متميزا يفوق 17% بفضل المجهودات المبذولة لأصنة القطاع والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي كما حققت الصادرات ارتفاعا ملحوظا في عدد من القطاعات كصناعة السيارات والنسيج والصناعات الإلكترونية والكهربائية ورغم تداعيات هذه الأزمة تتواصل الارتقاء في بلادنا وفي دينامية اقتصادنا كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمار الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يقرب 16% وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بحوالي 46% إلى غاية شهر الماضي وقد ساهمت هذه التطورات في تمكين المغرب من التوفر على احتياطات مريحة من العملة الصعبة تمثل سبعة أشهر من, من الوالدات ورغم الصعوبات والتقلبات التي تعرفها الأسواق العالمية فقد تم التحكم في نسبة التضخم في حدود واحد في المئة بعيدا عن النسبة المرتفعة مرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة ويكلها مؤشرات تبعث لله الحمد على التفاؤل والأمل ولتعزيز الثقة عند المواطنين والأسر، وتقوية روح المبادرة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين. والدولة من, جا من وجهتها ستواصل هذا المجهود الوطني، لاسيما من خلال الاستثمار العمومي ودعم تحفيز المقاولات. وفي هذا السياق الإيجابي، ينبغي أن نبقى واقعيين ونواصل الأمل بكل مسؤولية، وبروح الوطنية العالية بعيدا عن التشاؤم وبعض الخطابات السلبية أما البوء الثالث فيتعلق بالتنزيل الفعلي للنموذج التنموي وإطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد وإننا نتطلع أن تشكل هذه الولاية التشريعية منطلقا لهذا المسار الإرادي والطموح الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربه. وهنا يجب التذكير بان النموذج التنموي ليس مخططا للتنميه بمفهومه التقليدي الجامد، وانما هو اطار عام مفتوح للعمل يضع ضوابط جديده ويفتح افاقا واسعه امام الجميع. ويشكل الميثاق الوطني من اجل التنميه اليه هامه لتنزيل هذا النموذج باعتباره التزاما وطنيا امامنا وامام المغاربه. حضرات السيدات والساده، ان النموذج التنموي يفتح افاقا واسعه امام عمل الحكومه والبرلمان بكل مكوناته. والحكومه الجديده مسؤوله على وضع الاولويات والمشاريع خلال ولايتها وتأبئة الوسائل الضرورية لتمويلها في إطار تنزيل هذا النموذج وهي مطالبة أيضا باستكمال المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها وفي مقدمتها تأميم الحماية الاجتماعية التي تحظى برعايتنا وفي هذا الإطار يبقى التحدي الرئيسي هو القيام بتأهيل حقيقي لمنظومة الصحية طبقا لأفضل المعايير وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص وهو نفس المنطق الذي ينبغي تطبيقه في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات الأمومية والإصلاح الضريبي وتعزيزه في أسرع في وقت بميثاق جديد ومحفز للاستثمار وبموازاة ذلك يجب الحرص على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام بين السياسات الأمومية ومتابعة تنفيذها. لهذا الغرض ندعو إلى إجراء إصلاح عميق للمن... للمندوب السامية للتخطيط لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي. وذلك باعتماد معايير مضبوطة ووسائل حديثة للتتبع والتقويم. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين إن بداية هذه الولاية التشريعية تأتي في مرحلة واحدة بالنسبة لتقدم بلادنا، وأنتم حكومة وبرلمان أغلبية ومعارضة مسؤولون مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية على نجاح هذه المرحلة من خلال التحلي بروح المبادرة والالتزام المسؤول. فكونوا رعاكم الله في مستوى هذه المسؤولية الوطنية الجسيمة لأن تمثيل المواطنين وتدبير الشأن العام المحلي والجهوي والوطني وأمانة في أعناقنا جميعا قال تعالى من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته